عليكم أحبتي طلاب الصف الرابع، كيف حالكم؟ درسنا لهذا اليوم من مادة اللغة العربية هي التدريبات اللغوية. أريد منكم أولا أن تنتبهوا إلى الكلمات التي ستظهر أمامكم. لدينا الآن الكلمة الأولى وهي البرتقال. لاحظوا الكلمة ماذا تعني عندما نقول برتقال؟ نعم، إنه اسم لفاكهة، ونلاحظ أنه يبدأ بأل التعريف. الكلمة الثانية هي الرسام. ماذا تعرفون عن الرسام؟ أحسنتم، إنه اسم لمهنة. إذن أسماء الأشياء تبدأ بأل التعريف، ويمكن حذف أل التعريف بحيث يبقى المعنى كما هو. تعالوا نتعرف إذن على الاسم. إذن الاسم هو كل ما دل على إنسان أو حيوان أو جماد. الآن ننتقل إلى المجموعة الثانية من الكلمات. الآن الكلمة الأولى فرحة. أحسنتم، فرحة هو فعل، فعل حدث في الزمن الماضي، إذن فرحة هو فعل ماضي. الكلمة الثانية ينيرو. ينيرو إذن هو فعل حدث في زمن الآن وهو فعل مضارع، إذن ينيرو هو فعل مضارع. الكلمة الثالثة هي حافظ. حافظ هو فعل، فعل أمر من المحافظة وهو فعل أمر. إذن الفعل، تعريف الفعل هو كل كلمة دلت على حدث مرتبطا بزمن معين، إما أن يكون زمن ماضي أو مضارع أو أمر. وشكرا لكم أحبائي طلبة الصف الرابع.